وشوشة. الإذاعات كلها ناس كويسين يعني، أنا ما أقدرش أذم في زمايلي، وبيجتهدوا جدا وبيعملوا يعني كل طايتهم، إنما ستيل نجوم اف ام هي نمبر 1، هي اللي ورثت المستمعين بعد اتحاد الإذاعة والتلفزيون. يعني النقلة، خليني أزعم إن أنا كنت صاحب النقلة دي، شكل الإذاعة اختلف بالشكل ده. النقلة دي اللي تفردت بيها نجوم اف ام، والباقي كله كان بيتبع نجوم اف ام، بيعمل زي نجوم اف ام. فستيل لما تقولي الاف ام تبقى نجوم اف ام. قصدك ان الاذاعات الجديده اللي طالعه دي بتقلد كل مدرسه واحده او خلاص؟ حدوته مش فكره الاعلام وتصدر مشهد وفنانين الحدوته احنا في مرحله، المرحله دي جت بعد مرحله كانت سيئه جدا على البلد، وكان فيها كم هائل من الإعلاميين وغير الإعلاميين ويدعون الإعلام بيطلعوا يقولوا أي حاجة في أي حتة، والبلد كانت بتغرق بمنتهى الأمانة، يعني بتغرق اقتصاديا وبتغرق معنويا وبتغرق أخلاقيا وبتغرق في كل حاجة، لأن حصل فيها انفلات أخلاقي وأمني وإعلامي وصحفي وكل حاجة. الفترة دي محتاجة إن الناس تبتدي تنتج وتشتغل، إحنا مش في مرحلة ديبيتس ان احنا نقعد بقى نقول ايه فلان وعلان وده قال وده عاد وده زاد، المتاهه دي المفروض تختلف. فالحدوته النهارده كلها الفنانين هم اللي ظهروا على الساحه علشان تبقى الحدوته كلها انترتينمنت، والناس تبقى الاعلام بالنسبه لها شويه يعني تسليه لطيفه ترفيهي، وتبتدي تنتج. انما برضو ما زلنا محتاجين اعلام، يعني انا مش هقدر اضحك على نفسي ولا اضحك عليكم، محتاجين اعلام بمعنى كلمه اعلام. فترة الثورة ما بعد الثورة الإعلاميين تحولوا كلهم إلى منظرين، فكان كل إعلامي، يعني أنا أتذكر أنا كنت بعمل برنامج البيت بيتك، وده كان من أقوى برامج التوك شوز في العالم العربي. كنا بنطلع بنعمل منيو أخبار في 10 دقايق، وبعد كده بنستضيف ضيوف ونتكلم ونناقش قضايا المجتمع. لا، الإعلاميين تحولوا إلى منظرين، بيطلع ينظر لمدة ساعة ساعتين يقول رأيه الشخصي وتحليلاته الفلزية على أساس أنه هو المحلل والخبير الاقتصادي والاستراتيجي والسياسي والعسكري والكروي والفني وكل حاجة. فأنا قاعد قدام واحد قدامي كده عمال يدومني في وشي ساعة ونص وأنا قاعد عامل له كده، ما ينفعش، ده مش إعلام. فلازم الإعلام يرجع تاني يا فندم. الإعلامي مهنته أن يعلم الجمهور بما يحدث، مش اعلم الجمهور باللي في دماغ انا وارائي وافكاري لا. فانا النهارده الاعلام لازم يرجع اقول للناس ايه اللي بيحصل. بس اعلام الدوله بيقول كلام الدوله، الاعلام الحر بيقول الكلام الحر، هي دي الحدوته. فيجب ان يكون هناك اعلام بمعنى كلمه اعلام. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.